وزاجر لها عن غيها ودافع لها إلى ما فيه صلاحها وفلاحها. والخوف من الله تعالى شعبة من شعب التوحيد يجب أن يكون لرب العالمين. وصرف الخوف لغير الله تعالى شعبة من شعب الشرك بالله تعالى. وقد أمر الله عز وجل بالخوف منه ونهى عن الخوف من غيره، فقال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وعن أنس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فقطع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خليل. رواه البخاري ومسلم. والخوف يا عباد الله يراد به انزعاج القلب واضطرابه وتوقعه عقوبة الله على فعل محرم أو ترك واجب أو التقصير في مستحب والإشفاق أن لا يقبل الله عمل الصالح، فتنزجر النفس عن المحرمات وتسارع إلى الخيرات. والخشية والوجل والرهبة والهيبة ألفاظ متقاربة المعاني وليست مرادفة للخوف من كل وجه، بل الخشية أخص من الخوف، فالخشية خوف من الله مع علم بصفاته جل وعلا، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إني أخشاكم لله وأخشاكم لا. والوجل رجفان القلب وانصتاعه للذكر من يخاف سلطانه وعقوبته. والرهبة الهرب من المكروه. والهيبة خوف يقارنه بالتعظيم والإجلال. قال القيم رحمه الله: فالخوف لعامة المؤمنين، والخشية للعلماء العارفين، والهيبة للمحبين، والإجلال للمقربين. وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية من الله تعالى. عباد الله، قد وعد الله من خاف منه فحجز خوفه عن الشهوات وساقه إلى الطاعات، وعده أفضل أنواع الثواب، فقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فقال جل شانه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فأخبر أن من خافه نجاه من المكروهات وكفاه ومن عليه بحسن العاقبة. وروى ابن أبي حاتم بسنده عن عبد العزيز يعني ابن أبي رواد قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وعنده بعض أصحابه وفيه شيخ، فقال الشيخ: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجارة جهنم كحجارة الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لصخرة من صخر جهنم أعظم من جبال الدنيا كلها. قال: فوقع الشيخ مغشيا عليه، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على فؤاده فإذا هو حي. فناداه قال: يا شيخ، قل لا إله إلا الله. فقالها فبشره النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فقال بعض أصحابه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمن بيننا؟ قال: نعم. يقول الله تعالى: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي. ولقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يغلب عليهم الخوف من الله ويحسنون العمل ويرجون رحمة الله عز وجل، ولذلك صلحت حالهم وطاب مالهم وسكت أعمالهم. وقد كان عمر رضي الله عنه يعس ليلا فسمع رجلا يقرأ سورة الطور، فنزل عن حماره فاستند إلى حائل ومرض شهرا يعودونه فلا يدرون ما مرضه. وقال أبو حفص: الخوف صوت الله يقوي به الشاردين عن بابه. وقال: الخوف سراج في القلب. وقال أبو سليمان: ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. فالمسلم بين مخافتين يا عباد الله، أمر مضى لا يدري والله سامع فيه، وأمر يأتي لا يدري والله قاضي فيه، وأمر رجاء
فهو الطمع في ثواب الله على العمل الصالح، فشرط الرجاء تقديم العمل الحسن والكف عن المحرمات أو التوبة منها، وأما ترك الواجبات واتباع الشهوات والتمني على الله ورجاؤه فذلك يكون آمنا بمكر الله لا رجاء. قال تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد بين الله تعالى أن الرجاء لا يكون إلا بعد تقديم العمل الصالح ولا يكون بدونه. قال عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. والرجاء عبادة لا تصرف إلا لله تعالى، فمن علق رجاءه بغير الله فقد أشرك. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عباد الله، الواجب الجمع بين الخوف والرجاء، وأكمل أحوال العبد محبة الله تعالى مع اعتدال الخوف والرجاء، وهذه حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المؤمنون والمؤمنين. قال عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا عابدين خاشعين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله للجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عزيز وذو انتقام، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله يا المسلمون وارجوا الثواب واخشوا عقابه واسمعوا قول الله تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وروى البخاري ومسلم الحديث عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه أهونهم عذابا. وروى مسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى عليه السلام ربه فقال: ما أدنى أهل الجنة يا ربي منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له: أدخل الجنة، فيقول: أي رب، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: لك ذلك ومثله. فيقول في الخامسة: رضيت رب. فيقول: هذا لك وعشرة أمثالك، ولك ما مشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت رب. الله أكبر. عباد الله، والخوف من الله يقتضي القيام بحقوق الله تعالى، ويبعد المسلم عن التقصير فيها، ويحجز العبد عن ظلم العباد والعدوان عليهم، ويدفعهم إلى أداء الحقوق لأصحابها وعدم تضييعها والتهاون بها، ويمنع المسلم من الانسياق وراء الشهوات والمحرمات، ويجعله على حذر من الدنيا وفتنتها وعلى شوق للآخرة ونعيمها. عباد الله، إن الله يأمر بأمر بدأ بنفسه، فقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن
وعن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا ومطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، ورخص كرب المكروبين، وقض الدين على المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تدع لنا في جمعتنا هذه أمرا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مكرما إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ليتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم.